تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سأريكم وصفة لصباغة الشيب وكذلك صباغة الشعر باللون البني الغامق المائل للسواد. بالنسبة لهذه الوصفة فهي وصفة مضمونة مجربة من أحد أفراد العائلة، نتائجها مضمونة ب100%، فقط يجب المداومة على الوصفة. بالنسبة لمكونات الوصفة، مكونات طبيعية آمنة وغير مضرة بالشعر. المكون الأول هو قشور الرمان المجفف. هنا قمت بنقع قشور الرمان في الماء المغلي، يستحسن استعمال قشور الرمان المطحونة إذا أردتم نتائج أفضل. سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، كمية من المرمية أو السالمية، نصف ليمونة حامضة، ملعقة كبيرة من خل التفاح، 3 ملاعق من الحناء، ملاعق كبيرة. ثم نحتاج إلى القرنفل أو المسمار، يوضع في مقلاة إلى أن يصبح بهذا اللون، أي يصبح محروق لكي يعطينا نتائج أفضل. نمر لطريقة التحضير على بركة الله. أول خطوة نضع القرنفل أو المسمار في مطحنة كهربائية، نقوم بطحنه إلى أن يصبح على شكل بودرة. بسم الله. بعد أن يطحن نأخذ منه ملعقة صغيرة. بسم الله على بركة الله. في كسرول نضع قشور الرمان، كذلك سأضع المرمية أو السالمية. بالنسبة لكمية المرمية وحسب الرغبة، يعني أنها ليست مضرة، يمكنكم استعمال كمية كثيرة. نقوم بإضافة الشاي الأخضر مقدار ملعقة كبيرة، ثم القرنفل المطحون ملعقة صغيرة. نقوم بإضافة ماء، ثم نضع الكل فوق النار ليغلي. يجب أن يغلي الخليط جيدا، كلما تركنا الخليط ليغلي جيدا يعطينا نتائج أفضل. بعد غليان الخليط جيدا نمرره في مصفاة، نرجع الخليط إلى الكسرول، ثم نقوم بإضافة الحناء، ثم نقوم بوضع خليط الحناء فوق النار كذلك لكي يغلي جيدا. أخيرا سنقوم بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح، ثم نصف ليمونة. الليمون جد مفيد للشعر، نتركه ليرتاح ساعة على الأقل، ضروري جدا لكي تنسجم المقادير فيما بينها وتعطينا نتائج أفضل قبل الاستعمال. إذن ها هي وصفة اليوم، أتمنى أن تجربوها. كما قلت لكم سابقا فهي تغطي الشيب هي باللون البني الغامق. أتمنى أن تعجبكم الوصفة. إذا أعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.